للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا محمد مشينش. أستاذ محمد، بداية مرحبا بكم. يعني اقتحام قرية الخان الأحمر واعتقال 4 ناشطين وأنباء أيضا عن مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية، كيف تصف هذه الجرائم في ظل أنباء أيضا عن محاصرة جيش الاحتلال مدرسة في نابلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولكل مشاهدي هذه القناة عبر الأثير. يعني كل الإشارات التي تأتي من الأرض المحتلة من فلسطين هي أن شعبنا الفلسطيني لا يرفض الاستسلام ولا يرفض الخضوع لكل التهديدات ولكل ما يحصل من جرائم يقوم بها هذا المحتل، ويعلن الاستمرار في مقاومته الباسلة واستمراره في تقديم الشهداء الشهيد تلو الشهيد حتى تحرير الأرض إن شاء الله. كل ما يحصل من جرائم التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني هي ليست غريبة على سلوكه، وللأسف نحن نشاهد صمتا دوليا مطبقا حول ما يجري في الأرض المحتلة في فلسطين العزيزة، وللأسف حتى المنظومة العربية والإسلامية لا تتخذ خطوات جادة من أجل كبح شهية هذا العدو الذي يعني يتسلى بقتل أبناء شعبنا الفلسطيني كل يوم. حتى أن موضوع الخان الأحمر الذي أخذ طابعا يعني آخر وجاءه عدد من المتضامنين من كل أنحاء العالم لوقف هدم هذه القرية الصامدة، حقيقة كل يوم نجد أن الاحتلال يضيق أكثر فأكثر على أبناء الخان الأحمر ويزداد قلق أهلنا نتيجة الخذلان الذي يعيشوه من المنظمات الدولية وحتى من المجتمع الدولي تجاه مثل هذه القضايا العادلة لأبناء شعبنا الفلسطيني. هذه الجرائم التي يرتكبها يعني الصهاينة في وقت يطالب فيه الصهاينة أنفسهم بوقف العنف الفلسطيني، يعني في المقابل وتحت كل هذه الانتهاكات يعني ما زال الفلسطينيون متمسكين بالسلمية المتجسدة في مسيرات العودة، إلى أي مدى ترى أن هذه المسيرات تحقق أهدافها؟ يعني بلا شك أن مسيرات العودة هذا الإبداع الفلسطيني، نحن نسمع صرخات الصهاينة كل يوم على لسان مثلا رئيس الوزراء نتنياهو الذي بات يهدد بشكل مباشر للمقاومة الفلسطينية بأنها إذا لم توقف هذه المظاهرات وهذه البالونات الحارقة والطائرات الورقية النفاثة التي يطلقها أبناء شعبنا الفلسطيني بأنه سيتخذ إجراءات شديدة. هذا أكبر دليل على أن هذه المظاهرات وهذه المسيرات تحدث أثرا كبيرا عند هذا العدو. صحيح أن الدماء التي تسيل هي دماء عزيزة، وكل جمعة يسقط شهداء، عفوا ولا نقول يسقط بل يرتقي شهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المسيرات، ولكنها تؤتي أكلها إن شاء الله وتحرج هذا العدو. وشعبنا الفلسطيني أعلن ويعلن بشكل مستمر أن هذه المسيرات لن تتوقف أبدا، ولن يتوقف أي فعل من أفعال هذه المسيرات سواء من البالونات الحارقة أو من الإطارات التي يشعلونها، لن تتوقف مثل هذه الفعاليات حتى يتم رفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة الصابر منذ 12 عاما والحصار مستمر على هذا الشعب. لابد أن يكون هناك فك لهذا الحصار، وما يحصل من مقاومة لأبناء شعبنا الفلسطيني وليس غريبا على هذا الشعب الذي يقاوم هذا المحتل منذ 70 عاما. ألا ترى أن الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون نتيجة مقاومتهم المحتل باهظ الثمن لتحقيق هذه الأهداف؟ وهل تأتي الحريات إلا بالأثمان الكبيرة بالدماء التي يبتغي؟ وهل هذه الشعوب التي حصلت على الحريات في العالم كله ألم تبذل الدماء رخيصة من أجل أن تنال حريتها؟ شعبنا الفلسطيني يبذل الدماء منذ 100 عام، منذ أن دخل الاحتلال البريطاني عام 1917 وإلى اليوم وهو يبذل الدماء من أجل أن ينال حريته واستقلاله. ما تفسيركم لتزايد وتيرة الانتهاكات الصهيونية يعني مع اقتراب تنفيذ ما يسمى صفقة القرن؟ إن شاء
الشعبنا الفلسطيني قادر أن يمنع مثل هذه الصفقة، بل أنه فعليا أوقفها ومنعها، ولم يستطع أحد أن يمرر هذه الصفقة إلا ما استطاعوا أن ينتزعوه بشكل التفافي، كأن يكون تنازلات تقدمها بعض الجهات هنا أو هناك. أما عن الصفقة بما طرحته في البداية أو بما تسرب حول هذه الصفقة، لا يمكن أن يمر إلا إذا قبلها الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني أعلن رفض هذه الصفقة ولن يقبل بها أحد، بل أن كل ملامحها يعني أعتقد أنها باتت بعيدة المنال عن ترامب وعن كل فريقه الذي كان يريد ويسعى دائما أن ينال شيئا. شعب الفلسطيني بمقاومته بدمائه بالأخبار التي تسمعونها من طعن من مقاومة في نابلس وفي غيرها وفي القدس وفي كل العمليات الجبارة سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس، كل هذه العمليات إنما تأتي لتقول للعدو ولمن خلف العدو ولأذناب العدو ولكل من يدعم هذا العدو أن هذا الشعب لن يستسلم أبدا حتى يأخذ حقوقه ويسترجع مقدساته الإسلامية من هذا العدو الغاصب. من إسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا الأستاذ محمد مشيني، شكرا جزيلا لك.